عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لقاء افتراضيا مشتركا. وخلال الاجتماع أكد النائب محمود البحراني رئيس اللجنة أن اللقاء يأتي تعزيزا لمبدأ التعاون المشترك وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية الخليجية، وانطلاقا من الأواصر الأخوية المتينة والعلاقات الاستراتيجية والتاريخية العميقة بين البلدين الشقيقين، كما يكتسب أهمية خاصة في ظل استمرار ما يمر به العالم من تداعيات جراء جائحة فيروس كورونا. التقينا مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات المتحدة الشقيقة برئاسة سعادة العضو سعيد العابدي، كما يأتي هذا الاجتماع تأكيدا لعمق العلاقات البحرينية والإماراتية الأخوية والوطيدة بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد حفظه الله ورعاه، وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظه الله ورعاه. خلال الاجتماع تم التأكيد على تعزيز الدبلوماسية البرلمانية الخليجية وبين مجالس النواب البحريني، وتم التأكيد على ضرورة الاستفادة المشتركة وتعزيز سبل التعاون التشريعي والبرلماني بين البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات والتجارب.